شهدت العلاقات المصرية الموريتانية بعد عام 2013 تطورا لافتا وجهودا ملحوظه حيث تعددت التحركات على مستوى القيادات بين البلدين من خلال الزيارات المتبادله هذا وقد سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضيه تتسم العلاقات المصريه الموريتانيه بطابع خاص فالتواصل بين الاشقاء في موريتانيا ومصر كان ولا يزال مثمرا ومستمرا منذ عهد بعيد وظل التواصل المصري الموريتاني قويا عبر الجسور العلميه واللغويه وبواسطه الدراسه بالازهر الشريف والجامعات والمعاهد المصريه التي تخرج فيها الكثير من الطلاب الموريتانيين وشهدت العلاقات بعد عام 2013 تطورا لافتا وجهدا ملحوظا حيث تعددت التحركات على مستوى القيادات بين البلدين من أعلى مستوى إلى المستويات التي تليها وذلك من خلال الزيارات المتبادلة في السابع والعشرين من مارس من عام 2015 قام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بزياره لمصر لحضور القمه العربيه في دورتها السادسه والعشرين استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي السادس من اغسطس من عام 2015 شارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة كذلك في الثاني من ابريل من عام 2016 قام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بزياره الى مصر التقى خلالها مع الرئيس السيسي حيث تناولت المباحثات سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية وفي الخامس من نوفمبر عام 2017 قام محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا على رأس وفد رسمي بزيارة لمصر للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم أما على صعيد العلاقات الاقتصادية فقد اتخذت هذه العلاقات شكلًا مؤسسيًا أكثر قوة وازدهارًا بدأ منذ عام 2006 بعدما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر وموريتانيا وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي وسجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث تعد العصائر والفواكه والخضروات والأدوية من أهم السلع المصرية المصدرة لموريتانيا، وفي المقابل تضمنت أهم السلع المستوردة الأسماك والقشريات وبعض المصنوعات مثل الحديد والصلب، وتزداد العلاقات في جميع المجالات وعلى كافة المستويات قوة وصبابة ويصبح التقارب بين القاهرة ونواكشوط أكثر فعالية في ظل محيط عربي يسعى للتماسك أكثر من ذي قبل لمواجهة التحديات العالمية الراهنة